بسم الله الرحمن الرحيم. ده الجنرال اكزام نمبر 4 من كتاب ماي نيو فريند. اول سؤال معانا بيقول لك ذا وورد جرامبي. كلمه جرامبي اللي احنا عارفين معناها متذمر، اللي معناها بيساوي كلمه جود، اللي معناها بيساوي ال نيتشرد او باد نيتشرد. الراجل هنا بقى في الجمله بيقول لك كلمه جرامبي متذمر، قلنا جرامبي بتساوي باد نيتشرد او ال نيتشرد، واحده من الاثنين دول يعني. المهم هو عايز عكسها بقى، عكس دي جود نيتشرد اللي هو رقم سي. كمت فابريكيت معناها متفبرك يعني، educated معناها متعلم، بالانس متوازن. teacher gave the students a 10 a break. المعلم اعطى الطلاب ايه لمده 10 دقائق، فسحه لمده 10 دقائق before they went on to the next task، قبل ما ينتقل للمهمه اللي بعدها. احنا متفقين على مبدا خلصان كده، طول ما انت عندك الا ممنوع الابوستروفي اس، وممنوع الاس ابوستروفي، وممنوع الاس اصلا. الا دايما بعدها مفرد، فعشان كده سيادتك هتقول a 10 minute break. تمام. بعد كده رقم 3 ان اي is a scientist who studies stars. هو النجم، هو العالم اللي بيدرس النجوم والكواكب والحاجات دي، عالم الفلك اللي هو astronomer. امال ايه الاسترونوت يا مستر؟ الاسترونوت ده العالم اللي بيسافر للفضاء. I not take the bus to work because my car wasn't working. بص يقول لك عربيتي ما كانتش شغاله في الماضي، فعشان كده اضطريت في الماضي ان اخد العربية، اخد الباص. لاحظ انك بتتكلم عن ماضي ومفيش في الاختيارات اصلا غير had to، ولو انت بتحل بفهم فمست هاف عايزه بعدها بس participle وهو مديني مصدر، فانت استبعدت دي. طيب she not upon his rude behavior. هي ايه؟ بسبب سلوكه السيء. alter دي معناها يبدل او يغير، يبدل او يغير. thrown معناها يكشر. organize ينظم. وstretch معناها يمد او يمتد. خد بالك كان ممكن نقول she thrown، وكان ممكن نقول برضه she booted، وكان ممكن نقول scolded، بس هنجيب بعدها مفعول اللي هي scolded him يعني وبخته. Which do you think is not city in the world؟ في نظرك ما هي المدينة الايه في العالم؟ اكيد الاكبر، الاكثر، الاقل كده يعني، انت عايز تفضيل عشان تتكلم على ايه in the world. واحنا متفقين على مبدأ انك لما تلاقي كلمة effort، ولما تلاقي of all، ولما تلاقي in the واسم اي واحدة من التلاتة دول، فسيادتك عايز تفضيل مباشرة. وانت عندك in the world يعني عايز تفضيل يا باشا، فالمفروض تقولي the most polluted اللي هي رقم ايه، المدينة الاكثر تلوثا في العالم. Never not the president while he is giving a speech. لما الرئيس يكون بيدي كلام فتجنب ان كوبريت يتعاون، والانتربت يعني تقاطع، بويكوت يعني يقاطع برضه بس يقاطع اقتصاديا، اقتصاديا. انترفيو معناها يحاور. ايه يعني ايه اقتصاديا؟ لما اقول لك ان في مشكله بين روسيا واوكرانيا، فهم الاثنين هيقاطعوا بعضهم، دي اسمها بويكوت. لكن ما تقاطعنيش وانا بتكلم، ما توقفش في نص الكلام يعني تنط، يبقى دي اسمها انتربت. طيب يا مستر مش انت قلت لي نيفر لما نجيبها في اول الجمله بنعمل انفيرجن؟ هقول لك على حاجه، دي نيفر دي بتفيد النهي، بتفيد النهي. فلما اقول لك نيفر انتربت يعني لا تقاطعني. على فكره كان ممكن اقول لك دونت انتربت، لكن نيفر الثانيه اللي بتفيد النفي نعمل معاها انفيرجن. يعني ايه بتفيد النفي؟ اللي نقول لك مثلا نيفر ديد شي فيزيت اس، فيزيت اس يعني هم اي عمرها لم تزورنا قبل ذلك. ات بروك ماي هارت وين ماي بيست فريند مات ان ان اكسيدنت لاست يير. لقد حطم قلبي عندما صديقي مات في حادث العام الماضي. ديد دي لها معنيين، معناها ميت ومعناها جدا. لو قلنا ديد ايزي يعني سهل جدا. داي يعني يموت، ده فعل في المضارع. ووز دايد ملهاش وجود في الانجليزي لان مفيش حاجه اسمها موته، لان الفعل ده لا يبنى المجهول، يبقى دايد. سيفنج ذا رير بترفلاي سبيشيز، الحفاظ على فصائل الفراشات النادره. السامبل نوت ريليفنت، ليس له قيمه او ليس متعلقا بالنسبه للناس المحليين اللي اصلا ما بيهتموش بانقاذ نفسهم حياتهم يعني. كلمة relevant اللي معناها متعلق بيه، الكلمة دي كده عكسها. crucial لما اقول crucial problem معناها مشكلة حرجة يعني مشكلة كبيرة. current معناها حالي. international معناها عالمي. insignificant يعني غير مهم، يبقى دي كلمة relevant معناها متعلق او مهم او ذات قيمة، عكسها ملوش لازمة. ام كلثوم not of as the best Arab singer ever. ام كلثوم ماذا لا يعتقد ان هي افضل واحدة مغنية عربية. still is suit، لا احنا بنجيب الفعل المساعد الاول يا باشا، بعد الفعل المساعد بنجيب الظرف، وبعدين الفعل. فانا عايز is still صوت. طبعا دي كلهم كده بادئين بالظرف، اطلع بره. is still صوت رقم بي الاجابه الصح، لكن رقم سي is still thinking ما زال يعتقد، ده مبني للمعلوم. كنت عايز تقول ما زال يعتقد يعني مبني للمجهول. رقم 11 each year كل سنه millions of tourists visit Italy to see the country's cultural and historical ايه such as the Colosseum in Rome. بقول لك كل سنه ملايين الناس بيزوروا ايطاليا عشان يشوفوا الايه الثقافيه والتاريخيه اللي في روما. بارجن دي اللي هي صفقه تجاره وكده. لاند مارك اللي هي المعالم البارزه. وفيوز اللي هي الاراء. وريفيورز اللي هم المراجعين او المشاهدين. فهنا لاند ماركس معالم البارزه.
I must admit that لابد ان انا اعترف ان انا لا اعجب او انني معجب على حسب المعنى بقى these girls طبعا هؤلاء البنات طبعا either دي في التخيير لو انت بتقولي هات لي كذا او كذا يعني خير neither دي ما ينفعش نستخدمها الا مع اتنين وانت بتقولي these girls يعني هم جمع no يعني لا وnone of ليس اي من بص يا برنس بما ان الراجل قال لك neither فانت المفروض عايز بعدها اسم نور اسم تاني بقول لك نيزر بويز نور جيرلز ده رقم واحد الحاجه التانيه ان اقول لك اسم جمع بس اقول قبلها اوف فكان ممكن اقول نيزر اوف ذيز جيرلز مفيش اوف يعني كده طلعني بره طيب طبعا احنا اخترنا نون اوف الاول لسه اقول لك انا معنى الجمله بقى انا اعترف انني لا اعجب باي من هؤلاء البنات طبعا نون عايز اوف برضو خدنا نون اوف طب نو مفيش حاجه اسمها نو ذيز جيرلز يعني لا اي من هذه البنات يبقى الفكره كده تاني احنا استبعدنا نيزر عشان عايزين اوف وايزر برضو ما دام هنجيب بعدها اسم جمع فاحنا عايزين اوف وانا متفق معاك ان لما يكون في اسم جمع او ضمير مفعول جمع فانت لازم ياخد معاك اوف يبقى نون اوف the local people were actually not they often spoke 3 4 5 بيتكلموا 3 و4 لغات ولغتين كده يعني ما الناس دي كده متعدده اللغات يبقى مالتي لينجوال رقم ايه هو لو بيتكلم 3 بس هنقول عليه 3 بيتكلم واحده هنقول عليه مونو بيتكلم 2 هنقول عليه باي طب لو بيتكلم 3 و4 و5 و6 فهم متعددين اللغات she not long hair when she was young ايام ما كانت صغيره كان عندها شعر طويل يبقى اعتقد ان يكون عندها used to have دي اللي صح طب was used to لا المفروض was used to بعدها ing got used to برضه عايز بعد ing طب would have دي بره لان ده stative واحنا متفقين الافعال الstative ما تجيش ابدا مع would يبقى الاجابه اصبحت رقم ايه used to have اعتقد ان يكون عندها when I took when I look ايه عندما انظر ايه I think those early years بقول لنفسي الايام زمان كانت افضل ايام في حياتي يبقى look back look back معناها ينظر او يستعيد ذكريات الماضي عندما انظر لذكريات الماضي بقول زمان كان احسن من دلوقتي نو سونر دي بقى في اول الجمله فانا عايز بعدها فعل مساعد اللي هو ممكن يكون هاد ممكن يكون ديد بس ديد فاعل مصدر هاد فاعل باست بارتيسيبل فحضرتك عندك هاد وهيرد مظبوطه عندك وي هيرد ما ينفعش نبدا بنو سونر لان دي لفظه نفي فبنعمل المفروض انفيرجن زي ما اتفقنا فدي بره وطبعا دي بره بادئه بالفاعل ودي بادئه بالفاعل فانت قدامك اختيار واحد بس اللي ينفع تفكر فيه اساسا وخدناه بقول لك بعد كده ذا فيرست سنتنس اول جمله ركز ان انتروداكتوري باراجراف في الباراجراف المقدمه بنسميه اول جمله في الباراجراف المقدمه اسمها سيسز ايه السيسز دي يا اخويا السيسز دي يا سيدنا هي جمله الموضوع جمله الموضوع يعني الجمله اللي بتقول لك الموضوع ده بيحكي عن ايه اديني افضل اندنج خد بالك ركز هو بيطلب منك ايه ذا بيست اندنج للباراجراف ده بص بقى بيقول لك سكوتش بيبل الناس الاسكتلنديين بيحبوا ان هم يفتكروا كده ويفتكسوا ان الجولف دي لعبه اسكتلنديه اللعبه اصلا لم تاتي من اسكتلندا ولكن ان هي اول ما ظهرت كانت ملعوبه في هولندا في القرن ال 14 وبعدين بعدها بشويه بدات اللعبه بيكم اصبحت اللعبه بوبولار ان اسكتلندا اصبحت اللعبه مشهوره في اسكتلندا طيب لما تقولي بقى ان اولمبيك سبورت رياضه اولمبيه اريل سبورت رياضه حقيقيه بوبولار ويز داتش مشهوره بالنسبه للهولنديين ما هي اصلا كده كده طلعت مع عند هولنديين اتعلمنا في الامتحان اللي فات ان هولند اللي هي هولندا وداتش اللي هو هولندي ايه من دول يا عم مظبوط قبل ما احل السؤال ده عايزك تفهم انك لو انت قلت لي مثلا 35 لو جبت لي جنبها تي اتش فدي معناها الخامس والثلاثون ده عدد ترتيبي لما تيجي مثلا في جمله ثانيه تقول لي 17 وتعمل جنبها ابوستروف اس فدي معناها السابع مش عارف مش هتنفع كده اعملها بالعربي عايز حاجه اعرفها لك بالعربي لو اقول لك مثلا 10 على سبيل المثال 10 10 وجنبها ابوستروف اس معناها العشرات من طب لو 100 وجنبها ابوستروف اس فدي معناها مئات امال لو انت قلت لي بقى 100 وبعدين تي اتش فدي الماء العادة ترتيب الرقم يعني ترتيب الماء تاني كده انت كاتب لي 10 وجنبها ابوستروف اس كاتب لي 10 وجنبها تي اتش الفرق بينهم دي الفرق بينهم دي معناها العاشر الترتيب العاشر لكن دي معناها عشرات الراجل بيقول لك في القرن ال 17 ال 17 يعني ترتيبي يعني عايز تي اتش يبقى الاجابه رقم سي اللي صح لكن دي في الاولانيه معناها في القرن ال 17ات وده قرن مش موجود خالص الا اذا كنت انت هتفتكسه الراجل بعد كده بيقول لك بوليوشن التلوث مشكلة التلوث او بروبلمز يعني مشاكل التلوث ار ديفرنت ان ديفرنت بورتس اوف ذا وورلد مختلفة على حسب اختلاف مكان في العالم على سبيل المثال في كثير من الدول الأوروبية ده مش تلوث ده بوبيوليشن التعداد السكاني التعداد السكاني از جيتنج اولدر بعدد مشكلة التعداد السكاني بدأت تصبح أقدم ذا بيرث ريت از فيري لو معدل الوفيات أصبح بطيء جدا معدل المواليد بقى بطيء جدا because many young people have only one child or none at all لان كل الشباب عندهم طفل واحد واحيانا ما فيش اطفال
People are living longer. والناس بيعيشوا فترة طويلة. أيضا at the moment في اللحظة دي many old people are very lonely and often very poor. اليومين دول أصبح العادي أصبح الناس وحدويين يعني عايشين لوحدهم أو إن هم أصبحوا فقراء. If people had expected to live so long لو هم كانوا متوقعين إن هم يعيشوا فترة طويلة they would probably have saved more money for their retirement. كان ممكن الناس دول يفكروا إن هم يوفروا فلوس لتقاعدهم يعني. In Africa بقى في أفريقيا the problems of the future will be very different. مشاكل المستقبل هتكون مختلفة. There فهناك في أفريقيا the population is doubling every 24 hours. التعداد السكاني بيتزايد بيتضاعف كل 24 ساعة. على كثير من الأسر continue to have large number of children to look after older people. بدأ الناس في أفريقيا بدأ يخلفوا بغباوة عشان العيال دول يهتموا بأبائهم لما يكبروا and to help on the land وعشان يساعدوهم في الأرض. However, better medical services have increased life expectancy and more children survive to become adults. ولكن الرعاية الصحية في أفريقيا بدأت تزداد والناس بقوا فاهمين يعني فالناس بدأت ما تموتش خالص والأطفال بدأوا يعيشوا لحد ما يصبحوا مراهقين ويكملوا حياتهم. Research shows البحث بيظهر that the size of family is connected with the standards of women's education. بقول لك إن حجم الأسرة له علاقة بتعليم المرأة. If more girls had gone to school in the last 20 years لو في بنات كتير راحت مدارس في القرن في أواخر 20 سنة فحجم الأسرة في أفريقيا would probably not have continued to be so big. لو إن الناس كانوا علموا عيالهم في أفريقيا البنات تحديدا ما كانش الأسر كبرت قوي بغباوة كده. In contrast على النقيض the problem in Asia المشكلة في آسيا is not just population growth مش بس نمو سكاني but also overcrowding زيادة سكانية وازدحام في كثير من المدن. Traditional التقليدي يعني most people have lived in the countryside but within the next 25 years more than 65% will live in cities. ولكن معظم الناس عايشين في آسيا في الريف ولكن في ال 25 سنة المقبلة 65% من الناس هتعيش في المدينة. If Asian countries لو الدول الآسيوية had expected this kind of change 20 years ago لو الدول الآسيوية توقعت ذلك من 20 سنة they would have tried to provide more work and better education in the countryside. كان زمانهم اهتموا بالريف وعلموا الناس بحيث الناس ما تطفش وتروح على المدن. This is starting to happen now but it may be too late. ده بدأ يحصل دلوقتي ان هم بدأوا يهتموا بالموضوع ده ولكن للأسف اهتمامهم بالتعليم جه متأخر. The world's population التعداد السكاني العالمي is growing by almost 80 million people every year. السكان العالم بدأ يزيد 80 مليون كل سنة. We will be facing many problems واحنا هنواجه مشاكل كتير in the future في المستقبل. More and more people need room to live. ناس كتير عايزة مكان تعيش فيه. They are taking away the living areas of animals and plants. بدأوا ياخدوا الأماكن اللي بيعيش فيها الحيوان والنبات يعني يبنوا عليها. People need more food. الناس محتاجة طعام. Food and they have to grow more crops. ومضطرين يزرعوا محاصيل أكبر on the same land. يعني في بقول لك إن في مشكلة إن في قطعة أرض احنا محتاجين نبني على قطعة الارض دي مباني للناس تعيش فيها ومحتاجين نزرعها برضه في نفس الوقت عشان الناس تاكل منها. This means that the quality of soil is getting worse and worse. ده معناه ان جودة التربة بدأت تزداد سوءا اكتر فاكتر. More and more trees are being destroyed. الاشجار بدأت يتم تدميرها especially in the tropical regions خصوصا في الاماكن الاستوائية. More carbon dioxide ثاني اكسيد الكربون يعني which is usually taken up by trees اللي بيتم امتصاصه عن طريق الاشجار is now set free into the atmosphere. بدأ ينطلق ثاني أكسيد الكربون في الفضاء والدنيا باظت. This leads to global warming. وهذا يؤدي للاحتباس الحراري. هو إيه اللي بيؤدي للاحتباس الحراري يا عم؟ اللي هو إن الكربون دايوكسيد بدأ ينطلق بدأت الأشجار تمتصه which is now set free into the atmosphere. ثاني أكسيد الكربون اللي المفروض الأشجار تمتصه بدأ ينتشر في الهواء لأن مفيش أشجار. ثاني كده الطبيعي إن في أشجار بتمتص ثاني اكسيد الكربون. احنا قطعنا الاشجار دي فما فيش حاجه تمتص ثاني اكسيد الكربون فبقى منتشر في الهواء. Population growth is highest in developing countries. التعداد السكاني بدا يزداد جدا في الدول الناميه. Young people have to care for their parents and grandparents. الشباب اصبح مضطر انه يهتم باجداده وابائه. So they have less money to buy the things that they need. عشان كده بيحاولوا ان هم محتاجين فلوس يشتروا بقى الاشياء اللي بيحتاجوها المتطلبات بتاعتهم وما عندهمش فلوس لانهم بيهتموا بابائهم واجدادهم وبالتالي زي ستورب ستيبل بيفضلوا زي ما هم فقراء. قطعه لطيفه وفيها معنى. Why are many old people in Europe very poor؟ ليه ناس كتير في اوروبا فقراء؟
they didn't save enough money in the past، ما وفروش فلوس في الماضي، ولا they didn't work in the past، لا هم كانوا بيشتغلوا في الماضي، كانوا بيشتغلوا زي الفل. their money was stolen، فلوسهم سرقت، ما قالكش كده. ولا they don't work hard، ما بيشتغلوش كويس في الفترة الحالية. الإجابة رقم إيه؟ هو قالك لو هم كانوا عارفين إن هم في يوم من الأيام هيبقى وضعهم نيلة كده، كانوا يشتغلوا أكتر ووفروا أكتر. suitable title for the passage، ممكن نستخدم إيه كعنوان مناسب؟ will resources، موارد البشرية، الموارد العالمية، ولا مشاكل عالمية، ولا وارد population، ولا وارد changes، تغيرات العالم. انت عارف انت رقم سي ورقم بي ينفعوا مكان بعض زي الفل، بس بما انه مديني اجابة محددة اللي هي وارد population، فدي الاجابة الصح. life expectancy، expectancy اللي هو توقع الحياة، in the passage means التوقع بالحياة في القطعة، معناه experienced life اللي هو عايش الحياة يعني، long life الحياة الطويلة، average life الحياة المعتدلة، expanding life اللي هو توسيع الحياة. لما نستقرأ الأربع إجابات دول، كلمة expectancy دي اللي هو توقع الحياة، يعني الحياة المتوقعة في المستقبل، يعني لا الحياة الطويلة ولا القصيرة، الحياة المتوسطة المعتدلة، يبقى المفروض average، دي أكتر واحدة تليق بالمعنى. طيب in Asia، في آسيا، بعد 25 سنة معظم الناس will live in the countryside، هيعيش في الريف، لا ده هم سايبين الريف. will leave، هيغادروا المدن، برضه لا ده هم هيعيشوا في المدن. will live in cities، هيعيشوا في المدن رقم سي. will leave to the countryside، هيغادروا الى الريف، لا يبقى كده الاجابه رقم سي اللي صح. more population leads to، التعداد السكاني الكثير، ده معناها very good soil، تربه جيده، بالعكس ده احنا هنقضي على التربه. very good harvest، محاصيل كويسه، برضه لا. poor quality soil، تربه جودتها سيئه، طبعا دي advanced agriculture، زراعه متقدمه، لا يبقى الاجابه رقم سي اللي صح زي ما اتفقنا، لان الناس هتبدا تزرع، هتبدا تعيش على الارض الزراعيه ومفيش مكان نزرع فيه. الاندرلايند كلمه this اللي هو موضوع الاكسيد، ثاني اكسيد الكربون، ده كربون دايوكسيد being taken in، ولا برضه being taken in by plants، ولا كربون دايوكسيد being emitted into the atmosphere، ولا كربون دايوكسيد being extracted from the atmosphere. هنجيبها بقى في القطعه تاني عشان نتاكد. الراجل هنا في القطعه بيقول لك ايه بقى؟ كربون دايوكسيد كان في الاخر، بقول لك more carbon dioxide is what the carbon dioxide، ثاني الكربون يعني، which is usually taken up by trees is now set free، ثاني اكسيد الكربون اللي الاشجار بتمتصه بقى دلوقتي بينتشر في الغلاف الجوي. طب السؤال هنا بقى رقم ايه؟ بقول لك ثاني اكسيد الكربون اللي الاشجار، carbon dioxide being taken in، الاشجار بتمتصه، ولا ثاني اكسيد الكربون اللي بيمتصه النبات؟ ما هو الاشجار والنبات واحد يا عم الحاج. كربون دايوكسيد بينج ايميتد اللي منبعث الى الغلاف الجوي رقم سي. بيقول لك ثاني اكسيد الكربون المنبعث للغلاف الجوي هيزداد لان الاشجار ما بتمتصش، يبقى رقم سي. اوفر بوبيوليشن اللي هو التعداد السكاني او الزياده السكانيه، ريزلتس ان بيؤدي الى التعليم، والاكسبكتانسي اللي هو التوقع، ولايف اللي هو الحياه يعني، ولا بافرتي الفقر، اكيد الفقر. بيبول تند تو هاف لارجر فاميليز، الناس الايه بيميلوا ان هم يكون عندهم اسر كبيره. educable اللي هم القابلين ان هم يتعلموا، ولا المتعلمين، ولا educational تعليمي، ولا illiterate الاميين. الاميين جبتها منين دي؟ ما في قطعه قال لك لو البنات كانوا متعلمين كان زمان كان اعداد الاسر اقل. advertising has become very specialized activity in modern times، الاعلان اصبح نشاط من الانشطه المتخصصه يعني في الحياه اليومين دول. in the business world، في عالم البيزنس اليومين دول، supply is usually greater than demand، الطلب او العرض اكثر من الطلب دائما. There is a great competition between the different manufacturers of the same kind of product، في دايما صراع بين مصنعين نفس المنتج، to persuade، لإقناع الزبائن إن هم يشتروا their own particular make، إن هم يشتروا المنتج الخاص بيهم. كلمة make هنا معناها منتج، براند بتاعتهم يعني. They always have to remind the customer، دايما مضطرين إن هم يذكروا الزبون of the name and the quality of their product، باسم وجودة المنتج بتاعهم. زي دو ذس، هما بيفعلوا كده، ذلك اللي هو مين؟ اللي هو تذكير الشخص باسم المنتج وجودته. زي دو ذس باي ادفرتايزنج، بيعملوا كده عن طريق الاعلان. مانيفاكتشرر ادفرتايزز ان ذا نيوز بيبر، المنتج او المصنع بيعمل اعلانات في الجرايد، اند اون بوسترز، وعلى بوسترات يعني. هي سم تايمز بيز فور سو، بيدفع فلوس عشان يعمل كده، تو فور سونجز بقى للاغاني، to be sung about his product on commercial radio programs، بيدفع اغاني عشان الناس تغنيها يعني على
الراديو في البرامج التجارية. هي امبلويز بيوظف اتراكتيف سيل جيرلز، بيوظف بنات شكلهم حلو to distribute samples of it، عشان يوزعوا يعني عينات من المنتجات. He organizes competitions with prizes for the winners، بيعمل جوائز للناس ومسابقات عشان يفوزوا بيها فياخد جائزة من الشركة. He often advertises on the screens of local cinemas، بيعمل إعلانات على شاشات السينمات المحلية. Most important or الأكثر من ذلك أهمية، on television and internet sites، على التلفزيون ومواقع الإنترنت. He has advertisement put into the program and other material whenever this is possible، بيحط الإعلانات في البرامج التلفزيونية وفي أي مكان يمكن أن يضع فيه إعلان. Manufacturers often spend large sums of money on advertisement، بيصرفوا فلوس كتير قوي على الإعلانات. We buy particular product because we think that it is the best، بنشتري منتج معين لأن احنا شايفينه هو الأفضل. We usually think so because the advertisement say so، واحنا بنشتري لأن احنا شايفين مش لأن احنا مقتنعين، لا لأن احنا لأن الإعلان قال كده. Some people never pause، بعض الناس عمرهم ما بيفكروا كده، يقفوا شوية كده عشان يسألوا نفسهم if the advertisements are telling the truth، الإعلان ده يا جدعان بيتكلم صح ولا لأ. This means that we are greatly influenced by these advertisements، ده معناها ان احنا بيتم التأثير علينا بشكل كبير بهذه الإعلانات. Persuasion techniques، أساليب الإقناع بذات الإعلانات can be either rational irrational، أحيانا بتبقى منطقية وأحيانا غير منطقية، or combination of both، وأحيانا تبقى خلطة من الاتنين كده. Rational techniques اللي هي الطرق المنطقية يعني are used، أو المبررة، are used in so-called informational advertising which is product centered advertising، بقولك ده فيما يدعى بالإعلانات عن المعلومات عن المنتج، وده بيكون متمركز حول المنتج أكثر ما يكون. Information advertising provides المعلومات، أو الإعلانات اللي بتعتمد على المعلومات بتقدم factual and relevant information about a product or service، بتقدم لك معلومات حقيقية عن المنتج أو الخدمة. It might focus on product features، ممكن تركز على خصائص المنتج، and benefits وفائده، product performance وأدائه، comparisons والمقارنة مع المنتجات الأخرى المنافسة، or other fact و based argument، أو أي حاجة تانية مبنية على حقيقة، that lead customers to logical and informed decision، وده بيخلي الشخص اللي بيشتري بياخد قرار منطقي وواعي. يعني كلمة informed دي معناها واعي. Irrational techniques اللي هو التقنيات الغير مبررة الغير منطقية are used in so-called transformational advertising so which is user-centered advertising، بيقول لك هنا التاني من الإعلان اللي هو اسمه irrational ده، يقول لك الإعلان ده بيمركز أكتر على الشخص على المستخدم. يبقى في نوعين، الراشنال بيركز على المنتج، لكن التاني الراشنال بيركز على الشخص المعلن الإنتاج، يعني اللي احنا بنعلن المنتج له، اللي هو الزبون يعني، اللي أنا وأنت يعني. It is based on the promise of a unique user experience that the product or the service delivers to users which can't be replicable by competing markets، بيقول لك ان انت المنتج ده او الراجل اللي بيعلن عن الاعلان بيقول لك ان انت هتاخد حاجه فريده ومش موجوده في اي مكان تاني يا فندم. It provides user experiences that generally improve one's quality of life such as more fun more glamorous more exciting warmer richer and more satisfying، بيفضل يقول لك المنتج ده يا فندم هيسبب هيحقق لحضرتك السعاده والمرح والمتعه والاثاره وكده يعني. طيب we buy goods because احنا نشتري المنتجات لان they are advertised لانهم معلن عنهم، ولا لان we sell them لان احنا بنبيعهم مره ثانيه، ولا احنا بنشتري ماركه معينه، ولا supply is greater لان الانتاج اكثر من الطلب. هنطلع دي بره تفكيرك فاتح الاثنين من دول، احنا هم بيكون معلن عنهم ولا بنشتريهم لان هم تبع ميك معين، اكيد لانهم تم الاعلان عنهم رقم ايه. ده منين دي في اول سؤال اول سطر خالص في القطعه، الراجل هنا قال لك استنى بس نمسح اللي عملناه ده. الراجل انا قال لك في القطعه في اول سطرين هنا قال لك ايه بقى، اه product to persuade customers to buy their own particular make، لا we buy particular product، بنشتري منتج معين because we think that it is the best لان ده الافضل، واحنا بنعتقد كده because the advertisement says so لان الاعلان قال كده، يبقى ده لانه معلن عنه. السؤال الثاني بقى بيقول لك manufacturers المصنعين بيعلنوا عن الجودز they want to sell، بيعلنوا عن المنتجات اللي هم عايزين يبيعوها in the newspaper
في وسائل الإعلام، في الجرايد، اون بوسترز، في البوسترز، اون تي في، في التلفزيون، ما هم كلهم صح كده. ان ديفرنت مينز اوف ادفرتايزنج، في مختلف وسائل الإعلان، وكلهم صح يعني. يعني كده اول اباف كلمة بوسترز معناها نوتس فور سمثينج فور سيل، حاجة ورقة مكتوبة عن شيء للبيع. شوبس اند سوبر ماركتس، المحلات والسوبر ماركتس يعني، ولا سيلز مان البياعين، ولا ماركتس اند تريد سنترز الاسواق وكده، يبقى اكيد رقم ايه؟ البوستر، الورقه اللي مكتوب عليها منتج وصورته وكده. ايه الوسائل؟ دو انفورميشنال ادفرتايزمنت يوز. بص بقى الانفورميشنال ادفرتايزمنت دي فين؟ هو بيسالك بيقول لك هل هي راشنال ولا انريل ولا ايراشنال ولا كولكتيف؟ هنشوف بس الانفورميشنال دي كانت تبع مين؟ هتلاقيها تبع الراشنال. الراشنال تكنيكس ار يوزد ان سو كولد انفورميشن ترانسفورميشنال، معرفش ايه كده. It's based on promise of unique، يعني عايز اللي فيها information، اللي فيها informational، بس نجيب لون تاني كده، اللي فيها informational هنا اهي. informational advertising provides a fact and هي دي. بقول لك يبقى rational techniques are used in so-called informational advertising، يبقى انت كده عايز rational. فين rational هنا؟ rational 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 اللي رقم ايه؟ طيب before buying something depending on an advertisement people should، قبل ما يشتري حاجة وفقا لما يقوله الإعلان المفروض نعمل ايه؟ should، طبعا ما فيش that في دول كلهم كده غلط، that 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 should not that the advertisement is lying، الإعلان ده كذاب، الإعلان بيقول الحقيقة، والإعلان is online، ولا الإعلان is exciting، يبقى رقم B. should make sure، أعتقد إن في هنا مكملة مش موجودة، make sure وبعدين not. بقول لك قبل ما نشتري حاجة من الإعلان أو وفقا للإعلان لازم الناس تتأكد إن الإعلان ده بيقول الحقيقة، يبقى رقم B. why is the intense competition between manufacturers، ليه في دايما مسابقة حادة بين المصنعين؟ لأن هم بيبيعوا نفس المنتج. because they are enemies، لأنهم أعداء. لا طبعا، because they have no products، ما عندهمش منتجات يبيعوها، هم اللي بيعملوا إعلانات ليه بقى؟ they don't love each other، ما بيحبوش بعضهم. لا دي مش موجودة، الإعلانات الناس اللي بيعملوا مسابقة في الإعلان لأن هم بيبيعوا نفس المنتج، فأنا عايزك تشتري من عندي وتسيب فلان عشان أنا أحسن منه. in messages context، في النص بتاع القطعة دي كلمة ميك مقصود بيها ايه؟ مقصود بيها براند، زي ما قلت لك براند او برودكت، خد بالك كان ممكن نقول برودكت منتج ناون يعني، لكن بروديوس ينتج ده فيرب. الاندرلاين برناون ذس، كلمة ذس بتشير لمين؟ هجيبها تاني اللي انا بصراحة نسيت، بيقول لك فين ذس 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 ذس، بيقول لك ان هم دايما بيذكروا الزبون باسم وجودة المنتج. هي دي. طيب تعال نشوف the name of the product، اسم المنتج، ولا the quality of the product، جودة المنتج، الاثنين. remembering the customer، تذكر الزبون، ولا reminding the customer of the product، تذكير الزبون بالمنتج. مع دول رقم دي، وهو لو كان قال لك A and B كانوا صح برضه، بس عموما تذكير الزبون بالمنتج يعني باسمه وجودته. طيب بعد كده ندخل على الترجمة الصحيحة والخطأ. only when we respect scholars and thinkers، فقط عندما، طبعا انت عارف ان كلمه اونلي لما تبدا الجمله بيها بنعمل انفيرجن في الجمله الثانيه. اونلي وين، عندما فقط عندما نحترم الباحثين والمفكرين. does our life have true meaning، ستكون لحياتنا معنى حقيقي وهدفا واقعيا. no one can deny their great role، لا احد يستطيع ان ينكر دوره العظيم في تغيير حياتنا وجعلها اسهل واكثر راحه. تعال نشوف كده، فقط عندما نحترم المدرسين، ما قالش مدرسين الله العظيم، محدش قال مدرسين خالص. فقط عندما نحترم المدرسين، ما قالش مدرسين. فقط عندما نحترم العلماء والمفكرين يكون حياتنا معنى حقيقي وهدف حقيقي. لا يمكن ان احد ان ينكر دورهم الكبير في تغيير حياتنا وجعلها سهله ومريحه. دي صح. فقط عندما نحترم العلماء والمفكرين يكون لحياتنا معنى حقيقي وهدف حقيقي. لا يمكن لاحد ان ينكر حرصهم الكبير على تغيير حياتنا. هو ما قالش حرصهم، قال زير رول اعتقد. زجرت رول اهو، يبقى دورهم يبقى رقم جيم، هي اللي صح. اللي بعد كده، من المهم أن تنظم عملك حتى لا يتراكم العمل عليك ولكي توفر وقتك وجهدك. It's important to organize your work so as not to accumulate work on you and to save your time and effort. دي كده صح. It's important to organize your work so not to، في هنا as، ما انت عارف ان اصلا كلمة to بتساوي so as to زيها in order to، الناس دي كده معناهم بالعربي لكي. طيب فهي اسمها so as to، يبقى دي باظت. اللي بعدها it's important to organize your work so that it doesn't be، هو العين so that كده مظبوطه ليه؟ اصل كلمه so that معناها
لكي، بس it doesn't بيل بيل يعني يقشر. You طبعا دي بره. It important to organize your work so that it doesn't pile up انها تتراكم and to save your time and effort. It's important to organize your work so that it doesn't المفروض ده بقول لك ان انت من المهم انك تنظم وقتك وجهدك لكي يتراكم، لا المفروض يبقى ما لا يتراكم، ما هو بايل يعني كوما ويتراكم، يبقى كده الاجابه رقم ايه هي اللي صح. القصه اول سؤال بقول لك مس جو wasn't very loving towards Beb. Explain. هتروح انت قايل له رقم واحد كده مس جو was always complaining about Beb، كانت دايما بتشتكي من Beb. رقم اتنين she told him she dislikes to be his mother، قالت له مش حابه اكون امك. رقم ثلاثه she always punished him او hit him hard. رقم أربعة she was always cruel to him. كل ده ينفع إجابات للسؤال ده، وهو عايز منك واحدة وانت في الامتحان. أنا بنصحك تكتب كل الإجابات اللي لها علاقة بالموضوع عشان تتلاشى وتعدي سلم من نموذج الإجابة. اكتب كل الإجابات اللي انت شايفها لها علاقة بالموضوع، ما تلتزمش بإجابة في فصل معين. Is it psychologically accepted، هل مقبول نفسيا ان المس هافيشام عايزة تنتقم من قلب بيب؟ Yes. طب why؟ Because one man، لان رجل من الرجال يعني deceived her، خدعها، and she wants to take revenge on men، وعايز تنتقم من الرجاله كلهم، عايز يتعلم على الكل بقى. خلصنا الامتحان الرابع الحمد لله، باقي معانا خمسه وسته وسبعه لحد الاخر ان شاء الله رب العالمين. هسجل النهارده كمان اتنين امتحان عشان يبقى تقدمنا اكتر ما يكون. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.